السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. من دي من سلسله الحلويات الفرنسيه، اليوم غادي نقدم لكم هاد لا تارت بوردالو ولا لا تارت او بوا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نديروها في ديوركم، راه غادي تجيكم ناجحه 100%. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالها كتجي زوينه وحتى في الذوق كتجي رائعه. اللي بغيتو تعرفوا على المقادير خليكم معايا، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه مع الاحباب والعائله باش تزيدوا تشجعونا حتى حنا نزيد ان شاء الله نعطيكم اكثر وفرجه ممتعه. على بركه الله هنايا عندي واحد الكميه ديال بوعويد ولا ديال هكذا ديال لي بوغ، من الاحسن تختاروا زعما شي هكذا يكونوا شويه طايبين. حيد لهم القشره من الماء، يمكن حيد لهم القشره ونحيد لهم هذاك الزريعه اللي كيتكون من الداخل. راه كاينين كيتباعوا ديجا واجدين، هادو غادي نوريها لكم، كاينه زعما عندي. قلت علاش لا، غادي نوري لكم بحال البنات اللي ما غاديش يلقاو فين كيتباعوا هادو، انا نوري لكم هكذا. المهم راه يقدروا كاينين في المكازات، راه كاينين في اوشو في كارفور اي مكازا، حتى في ليدل كاينين كيتباعوا. هنايا غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال السكر، حيت عندي واحد الكميه تبارك الله اللي هي كبيره. هنا درت الماء كيف ما كتلاحظوا، الماء المهم ما كتكونش يكون الماء مغطي على هذاك البعويد ديالنا. درت واحد الساشين تاع السكر تاع الفاني، غادي نحاول نخلطهم بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نديروها فوق النار حتى طيب لينا هذاك البعويد. هنايا على بركه الله غادي ندوزو باش نوجدوا لا كريم داموند. عندي 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده كيف ما كتلاحظوا نخرجوها من قبل من الثلاجه باش تولي عندنا ينبوح بوماد. هنايا غادي نحاول نخلط مزيان، المهم حتى تولي عندنا اون كريم. نخلط الزبده والسكر عفوا، تولي عندنا بحال هكذا شي كريم. هنا حيد الزبده، المهم دخلت كاع في الفويح. غادي نحاول نخلطها بلا ماغيز بهذه الطريقه هذه، حتى نخلطها شي شويه وعاد من ديك الساعه نكمل من هذا الفوي اليدوي. هانتوما كتلاحظوا بعد ما خلطناهم مزيان كنزيدو 150 غرام ديال البيض. انا هنايا جات لي ثلاثه ديال البيضات، ولكن من الاحسن البنات الا بغيتو ديروا شي حاجه ما تشريوش المقادير وتشريو شي حاجه وتقولوا لا صافي غير غادي ندير ثلاثه ديال البيضات حيت هذا هو اللي درت. لا، ديروا عبروا المقادير ديالكم مزيان باش تخرج لكم الحلوه ديالكم هي هذه. وعندي 150 غرام ديال البودره نتاع اللوز، وعندي 30 غرام ديال لا كريم باتيسيير. بالنسبه لا كريم باتيسيير تقدروا تعوضوها بالفارينه، ماشي مشكل. هنا غادي نخلطهم عاوتاني مزيان. كيف ما قلت لكم الانسان يشري المقادير ولا شي حاجه، المهم خصو يحاول يطبق زعما الطريقه ويدير المقادير، يدير يعبر المقادير ديالو بالعبار باش يدير شي حاجه تجيها ناجحه. هنا كنخلطهم مزيان، وهنا البنات غادي نزيد واحد ليكسخين تاع الفاني. تقدروا ديروا الساشين تاع السكر الفاني وديروه نيت مع السكر من الاول. غادي نزيد نخلطهم مزيان. هنايا تقدروا ديروا واحد الكميه اللي هي كبيره، ومن بعد تحطوها في الثلاجه، تقدر تبقى لكم السيمانه ما غاديش يطرى لها والو. بالحق في الثلاجه حيت راه فيه البيض. هنا البنات بالنسبه لاباط سكري راه كاينه عندي، راه خليتها راه كاينه في القناه، غادي نحاول نخليها لكم حتى الرابط ديالها في صندوق الوصف. حتى لاباط سكري هكذا الا كنتو كديروا بزاف لي طارت ولا كديروا، المهم تقدروا ديروا واحد الكميه اللي هي كبيره. اما تقدروا توجدوا كاع لي فوندو طارت ديالكم وتحطوهم في الكونجيلاتور من النهار اللي غادي تبغيهم، تحطوهم بحال هكذا لا طارت بون بحال، المهم تحطوها وتوجدوها وكلشي وحطوها في الكونجيلاتور النهار اللي غادي تخرجوها ديريكتومون يكون الفران سخون، تدخلوها للفران ما تخليوهاش زعما حتى دي كونجيلا. هنا بعد ما دلكت لاباط ديالنا كنقطعوها. انا درت تبارك الله هاد الفسيخ الكبير دهنتو بالزبده يا البنات، لاباط ديالنا تكون بارده باش هكذا ملي كنخدمو ما تعذبناش في الخدمه وكتجينا هي هذيك. نتوما تبارك الله الفسيخ راه كبير
وراه ما عجبتنيش في الخدمه. هنا كنوري لكم، كنهز هذيك لاباط وكنحشيها، ومن بعد كنلصقها في لو سيركل. من بعد كنديروا هاد اللاك هذا كيف ما كتشوفوا باش نحيدوا هذاك الزايد، وكندوزو عاوتاني نقادو ليه الجناب. هنايا كنهبط شي شويه وكنلصقوها مزيان في لو سيركل، نهبطها شي شويه وكنلصقها في لو سيركل حتى ندور كاع على لو سيركل ديالي. كيف ما كنقول لكم دائما خاص لاباط ديالنا تكون شويه هابطه باش هكذا يجيونا الشكل ديالها زوين. ومن بعد كنقطع هاد الزايد عاوتاني بالموس، نزيد نقادها شي شويه الى شفت. المهم ما تكونش خص العجينه ما تكونش عندكم لاباط تكون غليظه بزاف، نحاولوا نقادوها عاوتاني. هنايا غادي ندخلها للثلاجه. هنا البنات دخلت لو فون دو طاخ ديالي للثلاجه عاوتاني باش تبرد، وعندي هذيك لي بوغ لا نكاس. المهم غادي نخرجهم هنايا، غادي نديرهم. درت واحد السفاله كيف ما كتشوفوا، غادي نديرها باش تقطر لينا الماء، غادي نخليها حتى تقطر لينا الماء مزيان. بالنسبه لاباط سكري راه درتها من قبل، هنايا بعد ما بردوا ليا لو بوغ ديالنا غادي نجي باش نقطعوهم. وكيف ما قلت لكم لاباط صاب ليا البنات، ديروها يومين ولا 3 ايام قبل ماشي مشكل، حطوها في الثلاجه باش ملي ديروا شي حاجه تجيكم هي هذيك. كنقطعو هكذا يكون وقع كيف ما كتشوفوا. هنا بعد ما كملت التقطيع ديال المقاس ديالنا، المهم كناخذ لو فوندو طاخ ديالي، كناخذ هذاك لا كريم داموند درتها في لابوش باش هكا تساعدني في الخدمه. كندير شي شويه هكذا في الفوندو طاخ ديالنا. هنايا غادي نحاول باش نسقموها بلا سباتول. هنايا كناخدو لابواغ ديالنا كيف ما كتلاحظوا، المهم نهزوها، ومن بعد كنحطوها فوق لاطاخ ديالنا وكنجبدوها اللور بهذه الطريقه هذه يا البنات. راه الطريقه سهله وصدقوني الا واخا اول مره غادي ديروها، الا تبعتوا الطريقه وتبعتوا المقادير مزيان انا متاكده غادي تنجح لكم. كنستمروا المهم بهذه الطريقه هذه حتى ندوروا كاع على لو سيركل ديالنا. ومن الاحسن ديروها هكذا لوليداتكم تعرفوا داك الشيء اللي درتو فيها كيف ما كنقول لكم. وهنايا بقات ليا، المهم كتبقى ماشي بقات ليا، ضروري نديروها وحده في الوسط بحال هكا. كاينين هكذا نقدروا نقطعهم نديرهم بعد بحال الورده، تجينا بحال الورده في الوسط، ولكن اليوم درتها الطريقه هذه. وكناخذ هاد لي زامون دي فيلي كنديرهم في هذاك الخاوي اللي ما فيهش لي بوا، تقدر ديرو لو سكون كاسي. غادي ندخلها للفران على 180 درجه. هي البنات لاطاخ ديالنا بعد ما خرجتها من الفران راه باقي سخونه، يلا خرجتها من الفران. الا عندكم الناباج كدهنوها بالناباج، ما عندكمش الناباج انا صراحه عندي السيرو، ماشي السيرو عفوا، عندي الكونفيتور نتاع المشمش اللي هذاك اللي كيكون شويه ثقيل ماشي هذاك نتاع الحلويات. زدت ليها شويه الماء ومن بعد سخنتوه هكذا في الميكرون. كنحاولوا ندهنوا مزيان الوجه ديال لاطاخ ديالنا كيف ما كتلاحظوا. هو الشكل النهائي ديال لاطاخ ديالنا بعد ما حيدت ليه هذاك لو سيركل كيف ما كتشوفوا، راه كتجي رائعه. درت شي شويه هكذا غير باش نزوقوها بشي شويه ديال السكر الثقيل من هكذا في الجناب كيف ما كتشوفوا. صدقوني يا البنات كتجي رائعه، كتجي زوينه وبالمقادير اللي هما مضبوطين 100%. الا بغيتي تعلموا الحلويات الفرنسيه غير تبعوا الطريقه كيف ما قلت لكم، وعبروا المقادير ديالكم مزيان. انا متاكده مليون في المية بانكم غادي داك الشيء اللي درتو غادي يجيكم ناجح 100% باذن الله. حلبات اليوم ما غاديش نقطعها لكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والعائله،
وتضغطوا على زر الإعجاب، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم.